أهلا بيك يا أسماء. أهلا بيكي أسماء، خليني أبدأ معاكي من موضوع الاثنين صحفيين وبعد القبض عليهم إجبارهم بالإكراه على تسجيل فيديو ونشره بيضر بسمعتهم، بسمعة أسرتهم، بمستقبلهم المهني. شفتي إزاي هذه التفصيلة والتطورات فيها؟ خلينا نقول إن المشاهد دي مشاهد متكررة، لكن الجديد فيها يعني ناس المفترض إن هي محسوبة على الضم، وواحد منهم مسؤول مكتب المصري اليوم في الإسماعيلية والثاني حاكم للوزن. يعني الأمر متخيل، لكن خلينا نقول إن هم علشان يطلعوه في المنظر ده بالشكل مخطئ جدا في الفيديو اللي حاضر ده، خلينا نقول ان في تورط كتير للداخليه، ممشوش على خطه معينه. النقطه المهمه برضو اللي ممكن تخط الصحفيين تتغافل عن الامر فيها، ان هي هتشوف ان هم نشروا على صفحاتهم الشخصيه، وبالتالي النقابه هتشيل ايديها من الحوار خالص، وهتقول ان الفيديوهات دي يتحملوها زيهم زي اي مواطنين عاديين، ان هم بيبيعوا اشاعات او الى اخره. مشهد التسجيل ومشهد ان هم بيقرأوا من ورق معين وبيبرروا او بينكروا الفيديوهات، مع ان الامر معروف وتفشي انتشار المخدرات بشكل كبير جدا جدا في مصر ليه اسبابه، وفي احصائيات كبيره وضخمه من الدوله نفسها ومؤسسات الدوله نفسها، لكن واضح ان ما كانتش خطه النظام ان هو يتحدث في هذا الامر، او في مخالفه كبيره من الاتصالين بهذا الشكل. وهو التعارض كمان يجي في التوقيت في قصه بقى الحوار الوطني، او يمكن اسبوع بالظبط كان السيسي في بره مصر، كان في المانيا، وكان في سؤال من الصحفيين هناك على ملف الحقوق والحريات وملف الصحفيين في مصر، وكان في طلب من الحكومه المصريه ودعوه من الحكومه المصريه، دعوه رسميه لزياره الصحفيين كمان لمصر، وانهم يسالوا المصريين عن الحقوق والحريات. وكان الرد سريع جدا جدا بعد الزياره، ان الحكومه نفسها بترد على هذا الامر بالفيديو المشين اللي شفناه للصحفيين. الفيديو يعني اهانه للصحفيين بشكل كبير، بغض النظر هم بيشتغلوا فين او بيعملوا ايه، الفيديو اهانه كبيره جدا، اهانه كبيره لكل صحفي وكل نقاب الصحفيين تحديدا، واللي بيقرا شوان احنا واخدين على المواقف دي منه للاسف الشديد. حتى التصريحات مع الحوار الوطني، احنا من وجهه نظري الشخصيه شايفاها استفزازيه جدا جدا جدا. الازمه اللي بيقع فيها اي صحفي دلوقتي في مصر للاسف الشديد، عبال ما يتحرك الصحفيين، يعني لما تم بعض الصحفيين مؤخرا الناس كانت مبسوطه طب خروج بعض المعتقلين، بغض النظر على اي طيارات الناس فعلا قوة السجون يعني حالتها صعبه جدا جدا، ولكن للاسف الاعداد كبيره واعداد معتقل الراي كبير جدا، اعداد الصحفيين اللي جوه في الداخل برضه كبيره، لكن ما بتتحركش فعلا بيقرا شوان او النقابه ما بيتحركش غير بالتعليمات، يعني الامر من عند اطلاقا، لكن الامر موجه، وهو زي من احمد العربي من شويه بيقص الصبح يقرا ايه اللي هيعمله وايه اللي هيقوله، للاسف ده واقع ولنا تجارب سابقه كتير جدا. وصمت بقيه الصحفيين على هذا الامر وهذا الموقف، يعني هم طلعوا الصحفيين كانهم مجرمين، يعني هو كانهم مجرمين مطلعينهم، ودي فعلا هياش يعني سلطه الشرطه وان هي تستجوبهم وتطلعهم، دي اهانه. يعني احنا لو في دوله القانون اللي طلع الفيديو واللي صور، وان هيئه الداخليه نفسها تتحاسب على هذا الامر، لان الاعتراف هم طلعوا يعترفوا، ودي للاسف ممارسات احنا اعتدناها ولكنها غير قانونيه. طيب استاذه اسماء، معلش، في ظل هذه الممارسات الغير قانونيه اللي بتمارس مع الصحفيين اللي هم المفروض ان هم بيقوموا بشغلهم، ناس قاموا بشغلهم بيتعاقبوا وبيسجلوا فيديو بالضغط عليهم، بيطلعوا ينفوا فيه اللي هم شافوه بعينيهم ويقولوا عكسه تماما، اهانه لكل الصحفيين زي ما حضرتك قلتي، في ظل وجود حوار وطني مسؤول عنه نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ما الذي يجب على النقابة وأعضاء النقابة الآن تجاه هؤلاء الصحفيين إذا تخلى عنهم رأس النقابة وهو ضياء رشوان؟ احنا
احنا للاسف الشديد في ظل الظروف اللي احنا فيها دي في يعني تخاذل شديد جدا. النقابه معروفه طول عمرها ان هي صوت للحقوق والحريات، حتى من قبل احداث وانقلاب 2013 كمان ومن قبل الثوره كانت معروف ان سلم النقابه ده ان احنا بنطلع بنتكلم في احداث عندنا اعتراضات عليها، بغض النظر على كل الازمنه اللي عدت كانت هي متنفس. اللي حاصل في السنوات الاخيره ومع السياسات اللي بتحصل وحتى مع بعد تغيير رئيس النقابه وعمل بقى المركز الاعلى للاعلام والمركز الاعلى للصحافه والاحداث اللي حصلت ديت على مدار السنين، كان في برضو احترام حتى للصحفيين اللي هم مش بيتكلموا في السياسه او حتى المواليين للنظام. احنا دلوقتي خلينا نتفق ان ما فيش حاجه اسمها معارضه او صحافه معارضه في مصر، مصر ما فيهاش معارضه، مصر فيها كل المؤسسات الاعلاميه تم السيطرة عليها، المنصات الإعلامية الحرة تم غلقها أو إسكاتهم في البيوت أو اعتقالهم. موضوع إن في صوت حر دلوقتي للأسف مش موجود. لو هم في الفترة الأخيرة بيتكلموا على حوار وطني وعايزين حتى يبقى فيه شكل نوع من أنواع المعارضة أو شكل مختلف من أنواع المعارضة، يعني أنا مثلا لما عرفت إن بعض الشخصيات المعروفة نزلت مصر وكانت معارضة ومؤخرا وشفت لها تصريحات ان هي بتتكلم ان في معارضه وفي جو ديمقراطي والى اخره، يعني ده واضح ان كل نظام بيجي عليه فتره من الفترات بيبقى محتاج بعض الاصوات المعارضه اللي هي بس ايه قدام الغرب. احنا بنقول احنا عندنا الصوت والراي والراي الاخر، مع ان ده مش صحيح. بس هنقول الناس ممكن يضحك عليهم بنزول واحد زي عمرو حمزاوي مثلا مشاركه في الحوار الوطني، وده احنا يا استاذه اسماء ده احنا لو الناس دلوقتي شاب صغير لو دخل على جوجل وكتب عمرو حمزاوي قبل وعمرو حمزاوي بعد هيلاقي ان عمرو حمزاوي نفسه منظره وحش جدا، مش هيقدر يبص لوشه في المرايه. الناس خلاص بقت فاهمه كل ده يا استاذه اسماء. على فكره عمرو حمزاوي نماذج اتكررت، يعني للاسف يعني زي ما بتقول مشكلهم وحش جدا، واحنا عندنا حتى في قلشه كده بنقولها على طول في المواقف اللي زي دي، بنقول لك اللي هو شرب شاي بالياسمين، هو نزل حقيقه مرجان احمد مرجان بالظبط. على فكره هي فعلا دي احداث يعني في الافلام في المسلسلات دلوقتي. احنا اسماء لو نقرب شويه من المايك لان الصوت مش واصل بشكل كويس لينا. انا عارف ان احنا بنكلمك وانت بعيد جدا جدا، وكويس ان انت يعني معانا دلوقتي عن طريق الانترنت، بس يعني ايه عايزين ظبط لنا الخدمه شويه معلش. طيب معلش الصوت كده طيب كويس؟ طب ممتاز ممتاز كده تمام. اه طيب فعايز اقول بس ان احنا دلوقتي بنشوف الاحداث اللي كنا بنشوفها بشكل كوميدي بشكل سخريه في الافلام زي مرجان احمد مرجان مثلا كمثال. احنا شفنا عمرو حمزاوي وهو معانا وفي الميدان وضد النظام وليه مقالات مكتوبه وحاجات تلفزيونيه. خليني اخد من كلامك برضو من سؤال احمد فكره انه ما فيش معارضه حقيقيه في مصر. اشرت انا وانت معانا على التليفون على التصريحات اللي قالها ضياء رشوان لما قال انه المعنيين على هذا او بهذا الحوار الوطني مش من سلطتهم النقاش في ملف حقوق الانسان او السؤال عن عدد المفرج عنهم وكل هذه التفاصيل. الحقيقه ان الدكتور يحيى الازاز بعت رساله لضياء رشوان بيستفسر منه فيها، بيقول له انت قلت واحد واثنين وثلاثه، اذا ما دامت الرسائل او الاطروحات او النقاش هيحال في النهايه الى رئيس الجمهوريه، اذا ما جدوى هذا الحوار في النهاية إنه المعنيين فيه ما لهمش قرار، إذن القرار من السلطة، يبقى إحنا ليه عملنا الحوار من الأول؟ هل تعتقدي إنه هذه التصريحات اللي خرجت من ضياء رشوان وكل هذه ردود الفعل على التصريحات دي، هل تعتقدي إنه كل هذه المستجدات فرغت ما يسمى بالحوار الوطني فعلاً من مضمونه؟ للأسف الشديد ده الواقع، للأسف الشديد المنكرات بتقول كده وبتأكد كده. هو منين بيقول حوار وطني ومنين ان هو بيعتقل الناس؟ في الوقت اللي هو اتكلم فيه على الحوار الوطني كان في اعتقالات كبيره بتحصل على معتقل الراي من اول وجديد، وناس بيحصل لها يعني بعد ما بتاخد افراج من بعض القضايا او بتاخد براءه بتحصل لها عمليات التدوير المستمره، وخاصه اخر سنه في كذا شخص من معتقل الراي
تم فعلا تلفيق واعاده تدوير في اتهامات اخرى، فمنين انتم بتتكلموا في حوار وطني ومنين ان في نفس التوقيت يعني بنشوف اعتقالات جديده، بنشوف نموذج حتى زي الصحفيين اللي هم شغالين في المصري اليوم، شغالين في الوفد، واحد منهم يعني مسؤول المكتب في الاسماعيليه بتاع المصري اليوم، فخلينا نقول ان في ظل التوقيت اللي انتم بتتكلموا فيه على حوار وطني وبتتكلموا فيه ان احنا عايزين نصلح المشاكل و الى اخره، على فكره يمكن الازمه الاخيره مثلا بتاعه حزب الدستور يمكن كنت متابعاها وشايفه بعض الاراء سواء في حزب الدستور او بعض الشخصيات المستقله اللي بتتكلم ان هم مش هيمضوا على شيك على بياض للنظام بقصه الحوار الوطني تحديدا، ان الحوار الوطني انا من وجهه نظري ان هو كان بيستخدم لشيء في مخيله النظام. يا استاذه اسماء وانت بتتكلمي والله افتكرت حاجه، والله افتكرت حاجه مش عارف انت هتوافقيني عليها ولا لا، فاكره التورته اللي هي بتبقى اربع ادوار اللي بتبقى في الافراح دي وكانوا الناس يجيبوها ويحطوها دي، ممنوع التصوير بس لكن ما حدش ينفع ياكل منها. هم دعوا لحوار وطني كبير جدا، نيجي نقول لهم طيب تمام يلا احنا معاكم في الحوار الوطني يلا نشارك ونتكلم ونعمل، لا يا حبيبي انت جاي تتصور بس، احنا عايزين الحوار الوطني عشان في حاجتين مهمين جدا الدوله عايزاهم، اول حاجه هنقابل بايدن، تاني حاجه مؤتمر المناخ، عملنا دول احنا زي الفل. تيجي بقى تصدع دماغي تقول لي الصحفيين محبوسين المعتقلين ما خرجوش، هقول لك ما انت خدت 50 مليون دولار والدنيا بقت حلوه. انت تتفق على هذا الطرح انه حوار كرتوني ليس له ناقه ولا جمل ولا له علاقه بمصلحه المواطن المصري؟ يعني خلينا نقول استخدم مصطلح مصري مشهور كده يقول لك ايه، الحدايه ما بتحدفش كتف. صح والله، احنا مش يعني من بدايه الامر شفت بعض القوى في حتى في الاتحاد الوطني في ناس بتسعى ان يكون في اي وسيله من الخروج من الامر اللي احنا فيه ده، اهل المعتقلين بيضغطوا، الناس تعبت ودي حقيقه وده واقع والواحد ما يقدرش يزايد بكده، لكن لو جينا للصح وجينا للامور مظبوطه النظام ما يقدرش، يعني احنا بالنسبه لهم شماعه، شماعه للارهاب، شماعه للفساد، شماعه للفقر، للازمات الاقتصاديه، للازمات الاجتماعيه، احنا الشماعه اللي بيتاجروا بيها على مستوى العالم. نعم. لكن هو يحل الامر، احنا على عيننا على فكره ان احنا نقول يلا اعملوا اي حاجه بس خرجوا المعتقلين اللي جوه. صح. يعني في بدايه الامر في الحوار الوطني وناس رحبت وناس تفاءلت، اللي عايش الازمه يعني خطوه بخطوه من على مدار السنين اللي فاتت دي عارف كويس جدا ان النظام مش هيتخلى عن المعتقلين السياسيين اللي جوه، وخاصه الرموز جامعه الاخوان لرموز الليبراليه اللي هي وده كان واضح يا اسماء جدا حتى في تجاهل مطالب الحركه المدنيه بكل الاحزاب المنطويه تحتها، يعني لم يلتفت النظام حتى الى البيانات اللي خرجت من هذه الحركه. بشكرك شكرا جزيلا الصحفيه وعضو اتحاد القوى الوطنيه المصريه بالخارج اسماء، شكرا على كل هذه التفاصيل.